السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في كويزين شهرزاد، مطبخ شهرزاد. اليوم ما شاء الله جبتكم وصفه تاع القلب اللوز. نتحدى كل وحده تسي هذه الوصفه وما ينجح لهاش. هذا القلب اللوز او الشاميه يعني من اروع ما يكون. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. اذا عجبتكم ما تنساوش بانتجام اي دو بارتاجي لا فيديو، هذا فضلا وليس امرا. الوغ حاجه الاولى اللي نبداو بها هي السيرو تاعنا. السيرو تاعنا اللي هو زوج كيسان تاع السكر مع خمسة كيسان تاع الماء. ساعة الكاس هي 220 مليلتر. كيما راكم تلاحظوا حطيت في لاكاسرول تاعي زوج كيسان تاع السكر مع خمسة كيسان تاع الماء، نحطهم فوق النار. هذاك نخلط الخليط تاعي ونحطهم فوق النار، وحتى كي يبدا يغلي نبدا نحسب له. غير يبدا يغلي نبدا نحسب له 10 دقائق. من بعد نطفي عليه ونزيد له مغرف كبيره تاع المسهر ومغرف كبيره تاع العسيله. فوالا نحطهم فوق النار اللي تكون هاديه ونخليهم ونحسب له حتى كي يبدا يغلي باش نحسب له 10 دقائق. لهنايا جينا للوصفه تاع القلب اللوز. دائما نفس الكاس اللي هو 220 مليلتر. خيرت لازم تكون السميد تاعكم لازم يكون خشين، يعني الخشين اللي تلقاوه في السوق. كاين تاع السميد تاع سبيسيال قلب اللوز اللي يجي خشين، يجي خشين بزاف، مي هذاك ما لقيتوش مالوغوزمون. مي معليش انا درت بالخشين. زدت عليه كاس ونص تاع السكر كما شفتو، ونقعد نخلط هكذا مليح حتى كينسجم لي هذاك السكر مع السميد. انا استعملت لهنا ملعقه، وما تقدروا من بيديكم، مي تانيك بالملعقة معليش حتى كي تحسوا واحد القوام اللي كي ترفدوا السميد تاعكم دوك نرفدوا قدامكم اللي نحسوا تقيل، يعني راهو تخلط مليح السميد مع السكر، يعني هذاك السكر ما يعودش يبان مع السميد. دوك تشوفوا لهنايا كي نحس نرفد بيدي نلقاه، يعني نلقاه شوفوا لهنايا نلقاه بلي السميد تاعي راهو تقيل. فوالا قيس هكداك زوج دقائق حتى لتلت دقائق حتى كينسجم لي مليح السكر مع السميد. حبيت نشرح لكم بالتفصيل الممل باش هكذا تنجح لكم كاع الوصفه باذن الله. شوفوا لهنايا حطيت حفنه، يعني حفنه تاع جوز، هذا اختياري. ونحط عليه سي نص كاس، يعني نص كاس تاع خليط ما بين الزيت والسمن. نتوما تقدروا ديروا سوا زيت وحده ولا تقدروا ديروا سمن وحده. انا يخلط ما بين الزيت والسمن قيس نص كاس. دو توت فاصون راح تلقاو المقادير في صندوق الوصف، يعني تعبزوا بك على عنوان الفيديو يخرج لكم يخرج لكم صندوق الوصف. هذاك صندوق الوصف تلقاو فيه المقادير. لهنايا حطيت علبه، يعني علبه تاع ياغورت ناتور. نتوما تقدروا ديروا نص كاس، يعني نفس الكاس نص كاس تاع الحليب ولا الرايب ولا اللبن كيما تحبوا، ولا ياغورت، يعني ياغورت ناتور، يعني ياغورت طبيعي. كيما راكم تلاحظوا لهنايا نبدا نخلط مليح هذاك السميد تاعي مع السمن والزيت وهذاك العلبه تاع ياغورت ناتور. كيما راكم تلاحظوا برك نستعمل صبعتي، يعني مانيش حندير كفه اليد، مي باغ كونطخ راح نخدم بيدي، يعني بصبعتي، حتى كي نبسس مليح هذاك السميد والسمن والزيت بهاد الطريقة. نخدم غير بصبعتي، نبسو مليح هكداك. قيس انا لهنايا يعني نزرب في الفيديو باش ما تجيكمش طويلة، مي باغ كونط راني حابة ما خبيت عليكم حتى حاجة. مي باغ كونط راني حابة نفهمكم بلي نخدم غير بصبعتي كيما راكم تلاحظوا حتى كي نتحصل على هادي لابول في يدي. بهاد الطريقة صافي دير راني بسست مليح السميد تاعي والسكر والسمن والزيت. لهنايا رحت للو سيغو راهو طابلي، دونك طفيت عليه، حسبت له 10 دقائق بعد الغليان، حسبت له 10 دقائق. حطيت له مغرف كبيرة تاع المزهر ومغرف كبيرة تاع العسيلة. هاي لك المغرف كبيرة تاع العسل، خلطه ونخليه يبرد على جنب. ونعاود نولي لهنايا القلب اللوز تاعي. شوفوا لهنايا كاين اللي يديروا له الاغوم تاع المزهر، مي سيتروني هذا المزهر راهو خرج جديد،
سيتقوني يعطي واحد الريحه بزاف مليح هذا المسار، ان شاء الله بكت سيوه باسكو انا عجبني بالبزاف. يعني هذا ماشي اشهار، مي باغ كونطخ هذا البرودوي حبيت نوريه لكم، يعني عجبني بزاف المسهر تاعو. لهنايا ضفت عليه ربع كاس تاع المسهر، يعني هذا ربع كاس تاع المسهر نشمخ به الخليط تاعي تاع السميد والسكر والسمن، وهذيك العلبه تاع الياغورت ياغورتنا طبيعي، ونبدا نلم فيه بهذا الشكل. نخدم غير بسبعتي دائما، يعني القلب الوسطاني نخدمه كيما المقروط، نخدمه غير بسبعتي، مانيش حنا عجنو ولا، مي باغ كونط راني ندخل فيه هذاك المزهر اللي استعملته كيما راكم تلاحظوا. حتى كي نحس باللي العجينه تاعي بدات راهي مبسه، اي اون ميم طون راهي تقدر تشد روحها بهذا القوام، هاوليك القوام اللي حبيت نتحصل عليه. نخدم غير بصبعتي كيما المقروط، يعني شوفوا بهذه الطريقه. لهنا راني نزرب، من نتوما خذوا خذوا عقلكم فيه غير بالعقل، حتى كي نتحصل على هذا الشكل، يعني على هذا القوام اللي ندير اون بول في يدي ونحسها بلي راهي شاده روحها. يعني هذا ما تخلوهش يبات، هذا القلب اللوز ما تخلوهش يبات، يعني راح نديروه سيغ بلاس وطيبوه ويجيكم ما شاء الله. شوفوا لهنايا انا استعملت هذا السنيوه اللي العرض تاعها 25 والطول تاعها 35، يعني هذيك سنيوه لا موين كيما راكم تلاحظوا. دهنتها بشويه سمن، ما تدهنوها ني بالزيت ني باللا مارغرين، غير بالسمن كيما راكم تلاحظوا. ودريت عليها شويه دريت عليها شويه سميد باش هكذا ميم القاعده تاع القلب اللوسانه تجينا معسله وتجينا شاده روحها وتجينا بنينه. فوالا سي بور سا درت هذاك السميد من الفوق. لهنا كيما راكم تلاحظوا حطيت العجينه تاع القلب اللوز تاعي فوق هذيك السنيوه، نسي نسقم لها نسوي السطح تاعها كيما راكم تلاحظوا، سواء بالمغرف سواء بيدي، انا جو بريفير يدي، ما حبيتش يكون عندكم، ما حبيتش نكون معاكم بالبروتوكول تاع المغرف ايتو، استعملت غير بيدي كيما راكم تلاحظوا، وحكمت الكوبات كيما راكم تلاحظوا باش يساعدني في تسويه السطح تاع القلب اللوز تاعي. نسوي السطح مليح بهذا الطريقه، يعني ناخذ عقلي نقعد يعني ناخذ نخدم بعقلي. فوالا كيما راكم تلاحظوا وبلا ما نضغطوا، كي نخدموا بالكوبات ولا تخدموا بان كويير ولا كيما فهمتكم، بلا ما نضغطوا يعني نسقموا بك السطح بلا ما نضغطوا على القلب اللوز تاعنا، ومن بعد نروحوا نرشقوه بهذه الطريقه، يعني رايحين نقسموه بهذه الطريقه، مي ما نحطوش الكوبات تاعنا حتى القاعده، غير من الفوق برك باش هكذا نقسموه كيما راكم تلاحظوا، ومن بعد نرشقوا له حبيبات تاع اللوز ولا اي حاجه اللي تكون عندكم في الدار. يعني قلت لكم بلي هذيك الحفنه تاع الجوز اختياريه، يعني غير باش انا تعرفوني بلي كان مشتركات يعرفوا بلي نحب الجوز بزاف، دونك انا حطيته في لاباط تاعي. نتوما واش عندكم في الدار، واش عندكم في الدار حطوه، رشقوا به هذيك الحبيبه تاع اللوز ولا حبيبه تاع الجوز ولا اي حاجه، يا لو كان كاوكاو للتزيين فقط. من بعد ندهنوا بهذه الطريقه، ندهنوا بالسمن، السمن يكون دايب وبارد، غير السطح ندهنوا السطح تاع القلب اللوز تاعنا باش يجينا السطح شباب ومحمر مليح. يعني هذا السمن تقدروا كيما نقولوا تقدروا تزينوا به برك، يعني يعطيكم لون شباب كي تدهنوا به القلب اللوز تاعكم، يعطيكم وجه شباب القلب اللوز. فوالا، واذا عندكم الزيت اذا درتوه غير بالزيت برك نو دو بريفيرونس ما تدهنوش، خلوه كيما راه برك حمروه. لهنايا واش حندير، لهنايا وين حنبدا نشعل الفرن تاعي، يكون على يعني على 160 170، يعني درجه فوق المتوسط تاع الفرن تاعكم، يعني الحراره تكون فوق المتوسط تاع الفرن تاعكم، باش هكذا شعلوا له من تحت
كي تشوفوه حمار في الجوانب يعني شعلوا، بداو شعلوا له من الفوق. كي تشعلوا له من الفوق خلوه يحمر شويه بهذا الشكل، يعني انا نحبوه هكذا محمر، ما نحبوش جاي شويه ابيض ولا جاي شويه مارون، يعني يكون بني فاتح، نحبوه انا بهذا اللون يعني باش هكذا نستبنوا تاع الصح. ومن بعد بيان سور الشربات تاعنا اللي وجدناها راهي بردت، نطيبوه قص 40 دقيقه، انا طيبته من تحت قص 40 دقيقه على 160-170 درجه. من بعد شعلت لهم الفوق قص هكذاك، قص 8 دقائق هكذاك، قص احمر لي من الفوق وخرجته مباشره وهو سخون. سقيته بالشربات تاعي، يعني بالشربات اللي درتها معكم من الاول وخليتها تبرد كيما راكم تلاحظوا، وصدقوني وشوفوا كيفاش راهو يتشربوا وحده. ومن بعد هكذا بهاد الطريقه راح ندخلو ديريكتومون داخل الفرن. كنت طفيت عليه بيان سور، نستنى حتى كي يزيد يتشرب لي الشربات المره الاولى، ومن بعد نعاود نخرجو قص 10 دقائق هكذاك ندخلو داخل الفرن، نعاود نخرجو ونعاود نزيد نسقيه بوغ اون دوزيام فوا. شوفوا ونخليه نعاود نسقيه بوغ اون دوزيام فوا، ومن بعد نخليه يبرد. وكيما راكم تلاحظوا شوفوا لهنايا كي كان بارد، برد شويه يعني خليته يبرد هكذاك زوج سوايع، وهاوليك القوام تاع القلب اللي وسعنا. قولوا لي اذا ماشي ماوشي شهي، وشهيتكم في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله باك تجربوا هذه الوصفه، يعني هذا قلب اللوز سريع من لكن البنه تاعو لا تقاوم. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، اذا عجبتكم خلوا لي في التعليقات تاعكم ارائكم، وإلى اللقاء من مطبخ شهر.